دلوقتي هنروح مع حضراتكم عشان نتعرف على أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيغلق المجلس الأعلى للجامعات باب الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية واللي انطلقت أعمالها يوم السبت اللي فات في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح يوم الخميس الموافق 26/1 أجازة رسمية. النهاردة هتبدأ أجازة نصف السنة للعام الدراسي لطلاب المدارس، وهيستمر الطلاب في الأجازة لمدة أسبوعين، بعدها هيرجعوا لمدارسهم. النهاردة هتبدأ مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة في تطبيق التعديلات الأخيرة على القانون واستقبال المواطنين الراغبين في نقل ملكية الوحدات والعقارات المملوكة ليهم في المدن الجديدة، وده بيجي تطبيقاً للتعديلات اللي تم إدخالها على القانون رقم 27 لعام 2018 والخاص بتسجيل العقارات في المدن الجديدة، خصوصاً إن القانون قبل التعديل كان بيمنع أي مواطن صاحب شقة أو عقار في المدن الجديدة من تسجيله إلا لو كانت الأرض المقام عليها مسجلة.